إذا دخلت صلاة الجمعة والإمام يؤذن، هل أردد معه أم أصلي تحية المسجد؟ والله لعل على كل حال يعني الأقرب والأقرب والأكثر تحصيل للأجر هو أن يقف وأن يجاوب الأذان حتى ينتهي ثم يصلي ركعتين ليحصل على أجل مجاوبة الأذان والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود والشفاعة التي الله سبحانه وتعالى أكرمه بها دون الأنبياء والمقربين إليه وتسمى الشفاعة الكبرى. فعلى كل حال يعني ثم بعد ذلك يصلي الركعتين الخفيفتين ثم يبدأ في استماعه الخطبة.